أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا أنا. ضيفنا وضيفكم اليوم الفنان عبادي الجوهر. عبادي نال مؤخرا شهادة الدكتوراه الفخرية وهو يستحق، صاحب مشوار طويل جدا 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 مع الأغنية، مع الكلمة، مع اللحن المختلف، ومع المدرسة الفنية المختلفة. عادة ما أقدم الأسماء بعد النبذة، ولكن اليوم قدمت عبادي بدءا، لأنه عبادي شخصية محبوبة مهمة ورمز من رموز الإبداع في المملكة والعالم العربي. نتابع. ولد عبادي محمد الجوهر في مدينة جدة، بدأ الفن وهو ابن 14 عاما عندما ذهب به لطفي زيني إلى طلال مداح الذي ساعده في تسجيل 10 أغنيات ومنحه من ألحانه، كانت أشهرها أغنية يا غزال. انطلاقته الحقيقية نحو عالم الشهرة كانت في حفل افتتاح دورة الخليج لكرة القدم التي أقيمت في قطر عام 1976 من الميلاد، ومن ثم قام بإنشاء شركته الخاصة للإنتاج الفني ليبدأ في إصدار ألبوماته الخاصة عام 1984. لقبه طلال مداح بأخطبوط العود، كما لقبه عبد الرحمن بن مساعد بسفير الحزن، جوهر الغناء السعودي، الجوهر وليس المنظر. عبادي بدأ مشواره في مجموعة من الأحلام والأمنيات، لكن الفن دخل عليه وأخذه إلى منطقة أخرى. خلينا نشوف مع بعض. ضيفنا وضيفكم اليوم الدكتور الفنان عبادي الجوهر، مرحبا فيك. أهلا وسهلا. مرحبا دكتور عبادي. بعد هذا العمر الجميل وهذه التجارب الطويلة، تعتقد أنه هناك أمنيات لم تتحقق في حياتك؟ لو تحققت كل الأمنيات لأي إنسان يتوقف، فأكيد في أمنيات لم تتحقق. إيش أبرز الأمنيات اللي كانت راودك دائما في الطفولة، يعني حول شخصيتك؟ يعني أكيد الفن هذا شيء قائم وموجود، ولكن أمنية كانت؟ أبداً، الفن هو جاء عرضي، يعني أنا الأمنية كانت شيء مختلف، ودخولي المجال الفني هو لم يحقق لي الأمنية. يعني بسبب دخول المجال الفني ما حققت الأمنية اللي كانت تراودني وأنا طفل، يعني أو أنا في سن مبكر. يعني إيش كانت الأمنية؟ أني يعني أدخل السلك العسكري، أني يعني أكون ضابط، بس طبعاً ما عاد تغيرت، يعني متناقضات مسار تغير، وما زال جوايا يعني ضابط صغير. تعتقد بأنك عصبي عبادي؟ إيه شوية في مواقف أو وقت ال مش عصبي بمعنى إن أنا يعني أزعل بسرعة، بس أنا يعني على ما يقولوا إحنا نقول في جدة أو يعني الحجاز خلقي ضيق. إيه أوكي. يعني ما أتحمل ال إنه ما حد يفهمني بسرعة، أضيق بسرعة. أحب اللي أكلمه أو في أي مجال يفهم علي بسرعة، يعني ما في أقدر يعني أعيد وأزيد عشان يفهم. في المدارس أيام طفولتك، في أيام المدرسة، كنت من أي سرب؟ يعني سرب الشباب المسالمين أو سرب ال لا، كنت شاطر ولكن مشاغب. مشاغب بمعنى يعني مش مدرسة مشاغبين، يعني لا أقصد يعني مشاغب بمعنى مشكلتي إني فيها حركة دائمة وفيها مناكفة مع الأساتذة، لازم أسأل أوكي. عن أي حتى بعد الحصة أروح للمدرس وأقعد أسأل أسئلة شوية غريبة كانت في الفترة هذيك، يعني بنفهم بهذا الشكل. كنت مشاغب، يعني مش مشاغب يعني شرس او ان انا اسوي اشياء مش لطيفه. كيف شايف الشباب الان اللي في سن الدراسه؟ هل تغير الجيل؟ هل تغيرت مفاهيمه؟ او تشوف انه هي الشخصيه نفسها اللي كنا نعيشها في تلك الفتره؟ يعني انا اتصور ما زالوا يعني نفس الطالب يدرس كل المناهج وكل المواد، ولما يتخرج من الجامعه ينساها كلها، يعني
يعني ودي في سن مبكر يعني في الثانوي مثلا تسيس انه يكون يركزوا على مثلا هو متميز في ايش مثلا في الرياضيات فيركزوا عليه في الرياضيات. نعلم انه عبادي الجوهر وكما يشاهد انه عبادي الجوهر ما يتابع الاخبار كثير ولا يدقق في امور. كنت زمان اتابع الاخبار بس توقفت عن متابعه الاخبار بشكل دائم كنت من 2006 يعني، انما اتابع اذا في حدث مهم او احداث الحرب والسلام والحروب والكوارث والنزوح مؤلم 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 جدا بيأثر وعشان كذا ما احب اشوفها والاخبار يعني يوميا تجيب الاخبار التعيسه يعني والمؤلمه واتمنى كنت اتمنى يكون في نشره للاخبار السعيده ولو في الاسبوع مره. جميل المسمى يعني اكيد في اخبار سعيده يعني مش ممكن ما في اخبار سعيده فلو في الاسبوع مره يعني نتفرج على نشره الاخبار السعيده. والله ان شاء الله ان هذا الموضوع يتم تبني في اكثر الاشياء إلهام في نفسك يعني تحس انها انا هنا اوقف او اكثر الاشياء ابهاجا لنفسك في حياتك العامه. شوف يعني المساحات الالم والحزن عند كل انسان اكبر دائما من مساحات الفرح. يمكن من الاشياء المبهجه متغيره يعني اذا كنت مثلا انا من اجلس انا وبناتي مثلا كانت هذه بالنسبه لي شيء مبهج، الان لما اجلس انا وبناتي وحفيدي وصار في شيء جديد يعني عم مبين ما شاء الله ايه الحمد لله شيء مبهج. ما بدي اقول لك اشياء مؤلمه بمعنى مؤلمه ولكن مزعجه بالنسبه لي كثره السفر كثره البعد عن البيت وعن البنات يعني هذا شيء يعني انا يؤلمني اني ما اقعد معاهم كثير بشكل دائم بحكم عملي وبحكم انما الاشياء المؤلمه الاخرى يعني كثيره جدا. احساس الانسان باخوه الانسان احساسك بالاخرين تشوف كل يوم اشياء يعني تعتقد تبعث تبحث تبعث عن الحزن والالم. ها عبادي الجوهر قبل 20 سنه 30 سنه تكلم كرب اسره زي الان. لا طبعا اختلف يعني في 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 كأب انت تقصد يعني انت تعرف انه يعني الاولاد اول ما كانوا او البنات اول ما كانوا في سن قبل 20 سنه غير قبل 10 سنين غير الان يعني مختلفة المسألة خاصة أني أنا يمكن مريت بظروف كذا وفاة والدتهم قبل 10 سنين فكانوا في السن فأنا يعني أكيد مختلفة المسألة تختلف من فترة لفترة يعني هم أطفال غير هم في سن مراهق غير هم من يكبروا شوية أحاول أن أنا يعني أكون صاحب لهم دائم صديق لهم دائم وأنا أعتقد هذه وسيلة جميلة للتربية يعني عندما يصلوا لسن معين. إحساس الفقد إيش يعني لك؟ أنت فقدت أشياء كثيرة أي طبعًا. جميلة في حياتك نتكلم عن هذا الإحساس صعب وصفه الحقيقة صالح والله يعني أنا فقدت والدتي في سن مبكر فقدت والدي في سن أبكر فقدت زوجتي وأخويا في شهرين. أنا الحمد لله مؤمن ومسلم بقضاء الله وقدر ولكن هو يعني دائما الفراق والبعد مؤلم جدا. تركيبة البيت اختلفت تركيبة الحياة اختلفت مش بالبساطة اللي تتخيلها إنه تتغير في يوم وليلة في يوم وليلة بشكل كامل. مؤلم كثير جدا الى درجه انك انت لا تستطيع انك تعبر عن هذا الالم الى هالدرجه ولا من خلال فنك هو المتنفس الوحيد يمكن اللي يخليك تعبر هو بالنسبه لي يعني الوسيله الوحيده يمكن الفن ان انا من خلال فني اتنفس هذا الالم. جينا على ذكر الوالده الله يرحمها ايش اللقطات اللي دائما تتذكرها في فترة وجود الوالدة؟ يعني كلماتها اكثر شيء
كلماتها نصائحها راسخة في ذهني ما تروح أبدا. بعض المواقف طبعا اللي حياة الإنسان كلها مواقف، ولكن في مواقف تظل راسخة ما تروح أبدا. مثل دكتور عباد يعني مثلا مرة كتبت لي كلمة شوك، قالت لي أقرأها، فقرأتها شوك، قالت لي هذه ما تسويها مدى حياتك، شين واو وكاف شراكة وكالة كفالة. وهذا نظرة اقتصادية دي؟ لا، نصيحة يعني، لا تشارك أحد، لا توكل أحد وكالة عامة، لا تكفل أحد كفالة حضور وغرم. كم عمرك ذيك الأيام؟ كنت يمكن 13-14 يعني في هالحدود، أول ما بدأت أغني. أيه. واستوعبتها؟ جدا، وما أعملها إلى الآن على فكرة. تفتكر ذيك الفترة؟ لا يعني أنا في نصايح يعني راسخة في بالي ما أنساها وأعمل بها يعني. أيضا بالنسبة للعمل للشغل، أول بدأت أغني والفني كانت تعطيني أيضا كلمات هي عبارة عن نصايح ولكن هي حكم كانت يعني. واحد وعشرين مارس يوم مهم جدا في تاريخ أو في حياة عبادي الجوهر، وعبادي ارتبط بهذا اليوم وارتبط بأشياء أخرى منها الوطن. كيف ينظر للفن وكيف ينظر للوطن بعد الفاصل؟ طلال مداح، هذا النجم العظيم الذي رحل عن سمائنا يرتبط بالكثير من نجوم الساحة والصحافة والفن بعلاقات مميزة، من ضمن هذه العلاقات علاقته مع الفنان النجم عبادي الجوهر. في الدقائق التالية سنلقي الضوء على طبيعة هذه العلاقة، كونوا معنا. كل فنان عنده رسالة، يعني في بعضهم يغني مجرد أنه هاوي. استمراريتك لما أكثر من 4 عقود وحرصك أن تكون دائما موجود في المقدمة وتشتغل على تطوير هذا الوجدان الإنساني، إيش الرسالة بالضبط؟ إيش تبغى توصل للناس؟ يعني شوف، أنا أول ما بدأت أغني زي البغبغاء، يعني اللي يعطوني يا أغني يعني. بترش الوضع. إيه طبعاً، كنت في سن مبكر 14 سنة، فالمسألة بالنسبة لي كانت هواية وحب للموسيقى والغناء وكذا، فكنت أغني إلى أن بلغت يعني سن معين. حسيت إنه من أهم رسائل الفنان، لأنه الفن شيء جميل وشيء سامي، وإذا أردت أن تعرف حضارة قوم فاسمع موسيقاهم. نعم. فأنا مؤمن بهذا القول جدا، فكنت أبحث في تراثنا وفي موروثنا الشعبي وفي جملنا وفي إيقاعاتنا، وأنا ضمن يعني أنا فنان من ضمن مجموعة كبيرة كانت موجودة وما زالت طبعا، إني أنا أوصل الأغنية السعودية بشكل متطور لكل أذن عربية. أتمنى إنه يعني أوصل الأغنية السعودية أنا واللي يؤمنوا بهذا الموضوع أو بهذه الرسالة، أغنيتنا السعودية بشكلها الجميل سواء كلمة أو لحن تصل لكل أذن عربية. جمهورك أبو سارة جمهور يختلف تماماً عن جمهور كل الفنانين، بمعنى أنه البعض تقمصك. أنا أتحدث عن رؤيتي، البعض نفس لبسة العقال، البعض يربي نفس الشنة، البعض نفس الرزة، البعض حتى مسكة العود. هذا يعني يعطيك مسؤولية في داخلك، إنه في ناس الآن عبادي الجوهر بالنسبة لهم قدوة.
قدوة في هذه حملك مسؤولية؟ يعني شوف أتمنى أكون قدوة يعني جيدة للشباب يعني. اللي تقول عليها من شوية التقمص وإلى آخره، في ناس إذا حبت فنان من خلال فنه تحبه على بعضه يعني، عارف، فتحاول تكون يعني هو بالضبط. نماذج عجيبة من المعجبين قريبة يعني أكيد خلال السنة. شوف يعني هو في طبعاً كثير جداً، ولكن أنا دائماً يعني علاقتي بالمعجبين يعني علاقة شوية خاصة، يعني ما أحب أتحدث عنها وأتكلم عنها لأنه هي علاقة بين يعني بيني وبين أشخاص يعني محبين، فما أحب أتكلم عنهم يعني. أكيد في أشياء غريبة جداً، واقف حادي غريبة جداً، في أشياء غريبة جداً، مع أني أنا يعني دائماً أقول، وأنا ممكن فرصة من خلال البرنامج يعني أنا أقول أنه مش بالضرورة أنه كل جمهور الفنان يكون أصدقائه، فأتمنى أنه يعني تكون العلاقة بين الفنان زي زمان، بين الفنان وجمهوره من خلال الأعمال مش من خلال الاتصال الشخصي. نعم، أصدقاء عبادي كثيرين وفي كل دولة وفي كل مكان. مفهوم الصداقة عندك دكتور عبادي، من هو الصديق؟ أنا عارف أنك لذات الصديق من صدقك لا من صدقك. نعم، هذا السائد لك نظرة، هذه هي الحقيقة. نعم يعني فعلا يعني هم الأصدقاء من تعدهم المسمى كثير، ولكن الحقيقي قليل طبعا، لأنه قليل اللي يصدقك. العود وينه في مسمى الأصدقاء؟ لا، العود مش صديقي، العود رفيق دربي يعني. يعني العود أنا والعود يعني يعني أنا يعني بعد ما تولدت ب 11 سنة كان معي يعني. إلى الآن إلى الآن ما شاء الله، هو مش صديق يعني. ما أدري، إحساسك دائما تتحدث عن العود بحميمية يغبطك عليها الكثير من الفنانين، تحدثت عنه في كذا لقاء وفي كذا مجلس، ونعلم تماما بأنك تقول هو أقرب شيء إلى قلبك وإلى صدرك. صحيح. هو يعني على فكرة في حاجة غريبة يعني يمكن ما قلت لك إياها قبل كده، إنه في حالات فرحك وفي حالات ترحك يعني في الحالتين ممكن تبوح له العود طبعا، أو يعبر عنك، يعبر عنك للآخرين، ولكن أنت ممكن تبوح له هو يعني. اللي ما تقدر تبوح له أحد يعني، في أشياء أسرار خلينا نقول ما تقدر تسرها لأحد، لكن ممكن تسرها للعود، تفضفض ويتقبل. أنا أحس أنه في توأم، أنا يمكن أحس هذا الإحساس على فكرة، يمكن كثير اللي يسمعوني الآن يقول لك هذا بيخرف يعني، بس هي حقيقة يعني. أنا ما أكون في لحظات أحياناً، تمر على كل إنسان لحظات من الحزن، لحظات من الزعل، لحظات من الحالة النفسية السيئة أو الفرح أو العكس يعني. إذا عزفت يبان علي يعني، اللي يسمعني يعرف، ولكن ما يعرف شو أنا كنت أقول. يعني أنا يمكن على مدى السنوات شفت دمعتك بعيد عن الضوء، دمعتك مع العود. صحيح، أنا أولاً أنا لا أخجل من دمعتي على فكرة، لها معاني كثير الدمعة يعني. إذا في شيء أحزنني أنا من يعني عيني بكاية خلينا نقول، ولا أخجل من هذا يعني. متى تحاول تمسك نفسك عن البكاء؟ ما أحاول. على المسرح؟ ما أحاول حتى على المسرح، حصل لي كثير يعني. زي يعني يوم ما غنيت في المفتاحة مثلاً تاني سنة من وفاة الأستاذ طلال رحمه الله يرحمه، فغنيت أغنية من أغاني وافتكرت وبكيت يعني. هذا إحساس ما تستطيع أنك أنت تمسك إحساسك يعني. تصير عصبي لما تحزن أو تنطوي؟ لا، أحاول أكون هادي. ما تحتك بالعالم؟ لا. تنزوي؟ لا، بس لو في عالم عادي بالنسبة لي، إنما ما أثور يعني. أنا أقصد أني أكون في لحظات برضو هادئة يعني. في لك مناخات فترات أنت تترك الناس وتعتكف. صحيح. يعني ما تطلع. صحيح. وتقعد 4-5 أيام أحيانا بالشهر. هذا الوقت الجميل اللي تقضيه مع نفسك، الناس تتمنى تلتقط معك صورة، تتمنى تشوفك، وأنت ما تتمنى تشوف أحد نهائي. وين تعيش في هذه الفترة؟ أي يعني كمناخ داخلي؟
ايش تسوي؟ شوف يعني انا لما اذا انا في وسط الناس فانا ملك الناس، يعني التقط صوره طالما انا خرجت من البيت فانا ملك الناس، انا اعلم ان هناك جمهور ويفرحوا لما يشوفوك ويبغوا يسلموا عليك ويتصوروا معاك، فانا طالما خرجت لهم فانا ملكهم يعني. لكن لما ابغى انا احب اجلس مع عباد الجوهر احيانا فاختفي عن الناس، يعني يا اما اكون في البيت يا اما اسافر مكان واجلس لوحدي. هي لحظات يعني مراجعه احيانا، اني انا اراجع بعض حياتك او حياتك الفنيه كلها على بعض يعني. أو المستقبلية يعني أحيانا أشياء للمستقبل، تفكير في المستقبل، في أشياء في، فحاول أن أنا يعني يعني أقتطع وقت من شغلي ومن بيتي ومن أني أكون لوحدي لمدة 3 أيام 4 أيام 5 أيام على حسب يعني. إيش يحصل في هذه الخلوة؟ الخلوة هذه يعني أكثر ما فيها مثلا أن أنا أقرأ أو ممكن أقعد ساكت 4 ساعات يعني. بس ساكت إنما مع نفسك كذا تفكر، وما أكون أتفرج على تلفزيون ولا مع نفسي، أو أكون أعزف. أوكي. أحيانا يساعدني على التفكير العود أي وأنا أعزف يعني. طيب في ألحان تجي الآن، بيتكلموا عن عالم غيبي إنه في ألحان تجي من الغيب ما تدري موقعها مكانها، هل يوم الأيام صحيت من النوم قلت أنا كيف عملت الجو هذا وكيف عملت اللحن هذا؟ هو شوف قرأت مرة إنه هناك توافق نغمي مع الفلك. أوكي. بمعنى إنه في وقت من الأوقات، بس طبعاً يعني صعب إنك إنه الفنان أو الشخص إنه نعرفه يعني، إنه من يوم مثلاً 16 مارس إلى يوم 21 مارس يكون فلكيا هذا وقت مقام البياتي، فلو عملت صدف انه لحن بياتي في هذا الوقت يكون اوكي، ممكن يكون اوكي، ولو رحت على رصد رحت على شيء مكاني يعني يكون عادي يعني. الى اي مدى تؤمن بالموضوع؟ مهم جدا، كثير جدا. انت ما اخذه في الحسبان هذا ابو ساره الموضوع كل سنه لما يجي مثلا؟ لا ما تعرف، ما اقدر، لو انا اعرف يا ريت اقدر اعرف يعني متى وقت البيات اكيد مع التجربه الطويله ما تقدر تعرف وما تقدر يعني ما، لان انا لما الحن ما الحن في يوم يعني، اللحن مش في يوم، احيانا صحيح ياخذ يوم، احيانا ياخذ ساعه، واحيانا ياخذ شهر اللحن، واحيانا ياخذ اسبوع، فحسب. كثير بالحفلات أو المناسبات يقولوا عبادي فجأة ترك المكان ومشى. إيش اللي يحصل بالضبط؟ يعني ممكن تكون عارف، نعرف عصبي بالحق وبالخير. لا مو عصبي، أنا مودي مرة. مودي أوكي. جدا يعني أحيانا يجيني إحساس أنا ما أبغى أغني، فهمش بس ببساطة يعني. وتغير الجو المكان، تغير امشي خلاص يعني. او يكون احيانا عندي ارتباط يعني بس يجيني، بس هذه طبعا قليله جدا يعني الحالات هذه، انه يجيني حاله فعلا اني ما ابغى. طيب ايش اكثر فئه مزعجه تقابلها في حياتك؟ مين النوعيه هذه؟ اقول لك بامانه يعني صراحه، يعني احيانا في شباب صغار يعني قابلك، فهو طبعا من محبة طبعا، ولكن هو ينسى انه انت بصرف النظر عن انت مكانتك الفنية، ولكن انت اكبر منه سنا في سن والده. يجيني مثلا واحد 17 سنة يعني اصغر من اصغر بناتي، عبادي، فاقول له حبيبي يعني سيبك مني، لا تقول لي لا استاذ ولا نيلة يعني، ما لا تقول لي عمو اقصد يعني، قول لي على الاقل استاذ يعني، يعني حلو الادب حلو، انما يعني انا اكبر من يعني، يمكن انا اكبر من ابوك يمكن، فصعب ان هذا يضايقني يعني. هناك فئه تنظر للفن ولهذه الرساله يعني كانه واحد ملحد وكافر بالله تعالى. ف عبادي مره صلى في مسجد وقال السلام عليكم، في واحد قال له انت ايش جايبك في المدينه؟ في المدينه. نعم. كلمنا.
يعني عادي انا يعني ما انا بني ادم موحد بالله ومسلم قبل ما اكون فنان يعني ما له علاقه. ف ارتباطي باي مهنه في الدنيا ما له ما يغير من سلوكي الديني او ما له علاقه بالله يعني سواء انا كنت فنان او محامي ولا دكتور ولا ايا كنت يعني. فانا فزي كل الناس اجيب عمره، زي كل الناس حجيت، زي كل الناس ازور. فكنت في المدينه فكنت اصلي في المسجد وبعدين سلمت، فواحد جنبي بعد ما سلمت التفت قال لي عباد الجوهر؟ قلت له نعم. قال لي اجابه. فضحكت انا قلت له اللي جابك جابني يعني. قال لي انا ما اقصد والله التعبير خانني يعني بس ما تخيلت ان اشوفك جنب يعني التفت الاقي عباد الجوهر جنبي يعني. طيب ما دمنا في هذا الجانب وتطرقنا الى الاصدقاء وبعض المواقف يعني يمكن في اجيال كثيره تعلم خاصه في الوسط الفني هذه التوأم الروحانيه بينك وبين الراحل الاستاذ طلال متاح رحمه الله عليه. ايش كان يمثل لك بعيد عن الفن؟ الصديق يعني والإنسان. هي كانت علاقتي بالأستاذ طلال يعني علاقة تطورت بشكل تلقائي يعني. في البداية أنا طبعا رحت له كصوت جديد وفنان جديد عشان يسمعني، هو سمعني وتعامل علي معايا من منطلق الإيمان بموهبتي وكصاحب شركة يستفيد. صاحب شركه. ايوه كان صاحب شركه. أوكي. هو ولطفي زيني كان ايام لطفي زيني رياض فون اسطوانات. فمقتنع بهذه الموهبه وفي نفس الوقت اقول لك استفيد من هذه الموهبه في شركتي. بدات بهذا الشكل يعني. اوكي. وبعدين تطورت هذه العلاقه، اصبح في لقاءات دائمه يمكن يوميه، كانت تكون يوميه يعني. أصبح في حب، بعدين أصبح في صداقة كبيرة جدا، بعدين أصبح في علاقة حب على صداقة على عائليا على، فأصبح صداقة شكلها يعني كبير وجميل في نفس الوقت. وكنت أرتاح أنا للجلوس معاه على فكرة يعني، هو كذلك يعني. وكنا لما نجلس على فكرة مو دائما نتكلم في الفن، نتكلم في أي أشياء أخرى يعني. لابد أنه يعني نتطرق إلى جانب أو جوانب من الفن، لكن من غير ما يعني مش نقعد نغني لا لا لا، إلا إذا كان في أبا أسمعه حاجة أخذ رأيه فيها، يسمعني حاجة. فكانت علاقتنا شوية جميلة يعني مختلفة، حتى لما نسافر، حتى لما مختلفة عن باقي الفنانين، هذا ما في شك يعني. إيش قصة الساعات؟ في كذا حكاية طريفة يعني تداولها الوسط الفني من زمان. أنت من قال لك الحكاية دي؟ وصلتني. كان لما توطت العلاقة بالأستاذ طلال رحمة الله عليه، وكنا دائما أنا ولطفي زيني رحمة الله عليه دائما يعني نشكل ثلاثة مع بعض دائما يعني. فكان يحصل بيننا اتفاقات يعني كذا، فمن ضمن الاتفاقيات هذه اتفاق انه اللي لابس ساعه وتعجب الثاني ياخذها ويعطي له ساعته يعني. فهذا كان اتفاق بين الثلاثه. يعني انا اشوف في يد لطفي مثلا ساعه، فاشوف الساعه هات الساعه واروح مفسخ ساعتي اعطوه اياها، ما يعترض يعني، وانا كذلك يعني. اوكي. فاستمر الموضوع هذا بشكل يعني روتيني فترة يعني بسيطة كذا. وبعدين لقينا مثلا انا ابو عبد الله الله يرحمه مثلا يقول لي اشوف الساعة دي، فسخ الساعة دي، لبسني ساعته. وبعدين كانت في ساعات حلوة يعني نتبادلها، بعدين لقيت الساعات بدأت مستواها ينزل اللي يعطينا اياها هو يعني. اي. فمرة اثنين ثلاثة موضوع يعني طول، فاكتشفنا انه هو يعني صار يخلي ساعاته الحلوة جوا ويجيب ساعات عادية كذا وياخذ ساعاتنا الحلوة فلغينا الاتفاق هذا يعني.
بعد الفاصل يتحدث عبادي الجوهر عن علاقته بالمرأة، كيف يرى الفنان المرأة وكيف يرى عبادي الإنسان النصف الآخر. عبادي الجوهر لقب بالمجموعة من الألقاب وأطلقت عليه الصحافة وأطلق عليه المحبين أسماء كثيرة، ولكن ما هو اللقب الأحب إلى قلب عبادي الجوهر؟ فلنتابع. المرأة في حياة عبادي الجوهر بصراحة يعني إحنا ما حنتحدث ب لا شوف يعني أنا حياتي كلها كانت المرأة قريبة مني وكان لها تأثير كبير. يعني أنا تربيت يتيم الأب من عمري 3 سنين، فكانت والدتي رحمة الله عليها هي الأقرب كمرأة. نعم. إلى أن يعني كبرت وأصبحت شاب وتزوجت، فكانت زوجتي أيضا امرأة وقفت جنبي وقفت معايا إلى في الثمانينات. بعدين الله رزقني ببنات أيضا، فالمرأة لها دور في حياتي كبير جدا ودائما دائما محاط يعني بإحساس المرأة وتفاني المرأة معايا ووقوفها جنبي، سواء والدتي أو زوجتي أو بناتي. طيب نخرج من إطار الأسرة، ماذا تحتاج المرأة في نظرك؟ يعني تحتاج لما يحتاج له الرجل في حدود الدين والتقاليد والأعراف. هل تعتقد بانه احنا ما تستطيع انك انت تخرج منها؟ احنا كشرقيين جافين شوي في منطقنا في لغتنا في لا 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 مو جافين، لا ما اعتقد يعني الغربيين ناعمين، يعني احنا الشرقيين جافين. ما تلاقي في نشوف احيانا غربيين وجافين وقاسين جدا، مي مسألة شرقي وغربي. يعني أنا أتصور أنه الإنسان ابن بيئته وابن تربيته وابن ثقافته. طيب نرجع مرة ثانية العبادي في حياته الشخصية والخاصة، أنت منتظم في حياتك الخاصة؟ بمعنى مواعيد الأكل، مواعيد الشرب، وقت النوم، وقت اللقاء؟ لا وقت لا لا حتى الآن؟ حتى الآن بحكم العمل يعني يعني ممكن أنتظم أسبوع أنام الساعة كذا وأصحى الساعة كذا لمدة أسبوع، بعدين يحصل سفر شغل تسجيل. وقوفك على المسرح أول 10 دقائق إيش يكون في بالك؟ دائما قبل ما أطلع على المسرح أحس برهبة من شوف الجمهور له رهبة، الميكروفون له رهبة، الكاميرا لها رهبة، فحين تجمع الثلاثة يعني حفلة مصورة فيها كاميرا وقدامك مايك وفي جمهور تكون على الهواء. الهواء دائما مخيف لأنه ما يحتمل الخطأ أبدا يعني، وما في تراجع يعني في داخلك. أي بس طبعا إحنا يعني أنا من يعني عملت مئات يمكن آلاف الحفلات أمام الناس، إنما ما زال أي فنان أنا أتصور يعني ما زال قبل ظهوره على المسرح بدقائق في قلق. القلق هذا هو حرص، قلق إيجابي. إيجابي بالضبط، هو حرص على أنك تكون في أحسن شكل وأحسن صورة وتقدم للناس اللي يتمنوه. لقبوك طبعا في سفير الحزن، ولقبوك بملك العود، ولقبوك بالأخطبوط، وأخطبوط العود، ولقبوك في أشياء كثيرة. اللقب اللي انت حبيته ابو ساره يا حبيبي كل هذه الالقاب هذه محبه الناس يعني في بعضهم يعني يشوفوك انت احسن واحد في الدنيا، احسن فنان في الدنيا. ولذلك انا دائما اقول يعني في نقاشات مع كثير من سواء من اصحابي او من اصدقائي او حتى في اللقاءات التلفزيونيه او غيره، انه ما في احسن مطلق، دائما ما في احسن مطلق.
إنما في محب يراك أحسن. فاهم؟ يعني المحبين يروك يعني يشوفوك الأحسن، إنما هو ما في أحسن مطلق يعني دائماً. فالألقاب من محبين يشوفوا فيك الملك العود، في ناس تاني يقولك لا يا أخي في فلان أفضل منه، هو لا يراك الأحسن. نعم. وهكذا يعني، فالألقاب هذه كلها من محبة يعني. يمكن أخطبوط العود هو الـ الـ أبرز، لا الأقرب شوية لنفسي، لأنه من الأستاذ طلال رحمة الله، الله يعني. كان يقدمني في مسرح التلفزيون، وكنا لما نجلس مع بعض يقول لي أنت كأنه عندك 6 أصابع يعني، من يعني يمزح. فلما قدمني فقال أخطبوط العود يتنقل بين المقامات ومش عارف إيه، فيمكن دائما هذا اللقب يعني احسه عشانه من الاستاذ طلال يعني، يمكن ولو انه الاخطبوط شيء وحش يعني وشيء مفترس، لكن احبه لانه منه. عباد الجوهر، تعتقد بانه انت حريص انه توثق سيرتك او احد يوثق سيرتك مرئيا ومسموعا لسبب طبعا، مش النرجسيه، لا انه طبعاً. تحب انه هذه التجربه تنتقل للاخرين؟ طبعا، وانا يمكن بصدد اني انا اعملها مصوره يعني، وانا احكيها السيره الذاتيه. السيره الذاتيه ممكن يستفيد منها احد. يعني مسيره، انا اليوم اغني لي 46 عام، فاعتقد انها مليئه باحداث كثيره واكتسبت فيها خبرات كثيره، اعتقد انه ممكن يستفيد منها الاخرين يعني. أحد يكون في هذا المجال في يوم من الأيام، أو كإنسان. حلو. يعني أنا حسرد سيرتي كإنسان وكفنان في نفس الوقت، أنه يعني لا يفترقان. فمهم أنه أجيال أخرى ممكن تجي بعد سنوات طويلة تسمع الأعمال لكن ما تعرف سيرة صاحب الأعمال. نعم. فيكون تكون موثقة وموجودة. يعني هذا مشروع قادم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، العادة الناس لها مهنة والهواية تكون موسيقى، رسم، يعني. لا، أنا دائما أقول إنه الموسيقى والغناء مهنة أهواها وهواية أمتهنها. أوكي، حلوة. يعني كمهنة وكهواية. نعم. إحنا في رمضان. في رمضان. كل سنة وأنت طيب. أنت طيب. الأكلات اللي تعجبك. صراحة بصراحة في الفطور ولا في السحور؟ الاثنين، خاصة لما تكون في السحور. أنا سحر أكلة واحدة فقط طول شهر رمضان. إيش؟ رز وسمك فقط. رز وسمك هذا فطور ما يعطش؟ لا، مو سحور، فطور سحور ما يعطش؟ لا، متعود أنا كل 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 رمضان سحوري رز وسمك فقط. طيب الفطور؟ الفطور قبل الفطور إيش تكون تتمنى؟ زي أي صايم كل شيء، ولذلك انا قبل الفطور يعني في العصر بعد صلاه العصر تطلع اطلع اروح اشتري اشياء، طبعا اشتري كل اللي اقابله يعني، لانه تهيالي ان انا كله حاكله يعني، وفي النهايه ما اكل منه ولا شيء طبعا. هو طبق الفول وخلصت على كده، وشويه شوربه وسمبوسك وخلاص. يمكن اكلي قليل، انا بطبيعتي اكلي قليل، وفي رمضان كمان بزياده يعني. انت افتقدت الاحبه في العيد. العيد يمكن ما صار له طعم سيء قبل، صح؟ لا، افتقدنا حتى حلاوة العيد يعني. يعني ما عاد أحد يجي يعيد عليك يعني، كله يرسل لك على الواتساب كل سنة وأنت طيب، وبعدين يعيموا لك يعني كوبي. هو عامل يعني لسته كده، التليفون موجود وكل عام أنتم بخير وخلصت على كده يعني. فحتى المعايدة شكلها أو طعمها اختلف. اختلف يعني. عباد الجوهر، من أكبر النعم اللي الله وضعها في الناس بشكل عام مثل ما يقول الفلاسفة وحتى الأنبياء، الحب. وين الحب في قلبك؟ أنا أعرف أنك محب للإنسانية ومحب للشعب. كلمة الحب مش بالضروري واحد يحب واحدة يعني. مش بالضروري يعني. الحب حواليك في كل مكان، الحب حواليا في كل مكان يعني. يعني حب بناتي حب جميل، حب حفيدي حب، حب أصدقائي حب، حب عملي
يعني أنا كل الحب هذا المحيط بك هذا هو حب، مش بس يعني حب شخص لشخص يعني أو واحد لواحدة، يعني خلينا نكون واضحين يعني، لا مو بالضرورة يعني، مو من الله كمان الحب هذا اللي تقصده أنت، حب شخص أو واحد لواحدة يعني. جد عبادي، إيش تعني لك الكلمة هذه؟ جميلة. شوف بابا، كلمة بابا في الأول، أول مرة يسمعها شخص ترى يعني شيء يبعث على السعادة. سيدو، يعني أنا مالك ولد بنتي يقول لي سيدو، لا تتخيل مدى هذه الكلمة في إذني وكأنها سيمفونية يعني. الله، يعني لها وقع ما أعرف أوصفه يعني، وقع جميل يعني. الجلسة أحياناً ولو إنها أحياناً لوقت بسيط يعني مع 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 حفيدي أنسى كل شيء يعني، اللحظات هذه اللي أنا معاه فيها أنسى كل شيء يعني، أنسى المزيكا والبيت والشغل والتليفونات والناس والاتصالات وكل. هي فترة يعني محدودة، تعرف الأطفال ما يعني صعب إنك تسيطر عليه فترة طويلة يعني، بس اللحظات هذه اللي جلسة معاه يمكن دقائق يعني 10 دقائق أو، ممتعة للغاية، شيء جميل وكلمة جميلة. أنا غيرت فيك أشياء أكيد. دكتور عبادي، أنت حصلت مؤخرا على وأنت تستحقها من سنوات طويلة اللي هي الشهادة الدكتوراه الفخري. سؤالي، يمكن آلاف اللي تخرجوا معهم دكتوراه في الموسيقى وفي مقامات وفي أشياء كثيرة، تعتقد في الخليج وفي المملكة الآن مع هذا الانفتاح الجميل في وتقديرهم للفنون وللإنسان وللمبدع وللموهبة اللي الله خلقها، ماذا نحتاج الآن؟ نتحدث بشفافية يعني بعيدة. أنا قلت في اللقاء قبل هذا إنه إحنا يعني في حاجة لمعهد موسيقى أقلها. في شباب كثير موهوب في المملكة، كثير يعني سواء في المملكة أو في الخليج، في شباب كثير موهوبين موهوبين في كل شيء، في أتكلم مش في الغناء فقط يعني، غناء وموسيقى يعني، عازفين كل الآلات، في شباب موهوبين ولكن شباب غير متعلم يعني. احنا نحتاج يعني الوقت الراهن والوقت القادم يحتاج إلى شباب متعلم يعني. أنا الآن لما أجي أسجل أغنية لازم أركب طيارة وأروح القاهرة، عندي حفلة في الخليج أجيب موسيقيين من القاهرة. طبعاً إحنا نتعامل معهم من سنوات طويلة جداً، ولكن جاء وقت إنه يكون عندك فرقة محلية. لابد يعني مطلب، بدل ما تجيب فرقة حتى في مناسباتك. أيوة، أحياناً ظروف السفر والفيز وهذا يعني تعطل أشياء كثيرة. غير هذا كله إنه لابد يكون يعني هذا الشاب هو موجود وموهوب وبيعزف، فليه ما يكون متعلم؟ يعني مهم يكون متعلم أيضا. لو كلفت بالإشراف على معهد ما أنفع قومي، ليه؟ ما أنفع يعني. لا، هو موضوع جاد يعني، موضوع يبغاله يعني جد، أنا يبغاله تفرغ ويبغاله أساتذة ويبغاله يعني، مش موضوع فنان. أنت ممكن تساهم تساعد بما تستطيع، ولكن لابد يكون موجود ومعترف فيه وشهادته معترف فيها، لابد. لا يذكر عبادي اللي يذكر معاه نديمه وصديقه. يمكن هذا اللقاء يختلف عن كل لقاءاتنا مع كل ضيوفنا والرموز اللي تشرفنا بلقائهم، أنه لازم عبادي يكون مع هذا السمير وهذا الصديق وهذا. أنا أترك لك الخيار. Thank you.
الله الله الله. شكرا وسلام عليك. اشكرك اشكرك، كل سنه وانت طيب، وكل سنه والمشاهدين جميعا بصحه وعافيه، ربنا عاد عليهم رمضان ورمضان كريم. بعد الفاصل حديث عن شخصية الدكتور الفنان عبادي الجوهر من خلال الحوار اللي سمعناه واستمتعنا بمشاهدته سويا. عبادي الجوهر شخصية نحبها جميعا، يغلب على شخصيته الحزن، وهو الحزن المطبوع، يعني مو مرتبط بحادثة أو موقف، ولكن يمكن تأثر الفترة الأخيرة لفقده بعض الأحبة كزوجته وأخيه. عبادي عصبي، وفي العصبية اللذيذة الجميلة، لا تتضح معالم هذه العصبية إلا إذا استفز وتنرفز، وفيه عناد جميل وعناد لذيذ يسموه عناد الطفل، يعني إذا تمسك برأيه لا يمكن أحد يقنعه إلا إذا شاء الله. يحب عالمه الخاص، ليس بمنزوي ولا منطوي، ولكن لا يحب أن يكون منفتحا على العالم الخارجي بشكل كبير. له مجموعة أصدقاء، له أماكنه، وله طريقة تفكيره. أيضا تغلب عليه روح المرح، روح الدعابة، دائما لا يحاول أن يعيش في حديث ممل طويل، يحاول أن يكسر دائما الرتابة أو يغير دفة الحوار من خلال النكتة ومن خلال القفشة، وهذا ما يعرفه أصحاب عبادي الجوهر. عبادي الجوهر نجم مختلف متميز، وذكي في فنه، ذكي في إحساسه، وذكي في علاقته بالآخرين. عبادي نجم كبير. عيونك آخر أمالي، وليلي أطول من اليم، كيف ألقى كلام عذب يوصف دافي إحساسي. عشقتك قبل ما أشوفك وشفتك، صرت كل حلم أبي رمشك يغطيني وبيك أقرب من أنفاسي. يهمك تعرفي أنك قتلتي في سنين الهم، قتلني ضحكك وجدك، قتلني لينك القاسي. رميت أقدامي في دربك وصرتي في عروق الدم أحبك، كثر ما سالت دموع وما نسى ناسك.